هل يجوز أن يفطر الصائم إذا سافر لمسافة 81 كيلو متر؟ نعم، إذا سافر لمسافة 81 كيلو متر جاز له أن يفطر، وجاز له أن يقصر الصلاة، لأن هذه مسيرة يومين للراحلة، ومسيرة اليومين للراحلة هي مسافة القصر عند كثير من أهل العلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا لا مع ذي محرم. اعتبر صلى الله عليه وسلم المسافة التي يشترط لها القصر من أجل السفر مسيرة يومين، دل على أن هذا هو الحد الأدنى، الحد الأدنى للسفر. وقد قدروا مسيرة اليومين للراحلة بثمانين كيلو في العهد الحاضر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.